ننتقل للمنصات العراقية اللي غاضبة ومستفزة. فيديو مهين منتشر بشكل واسع بيظهر فيه رجل قيل إنه صاحب صيدلية وهو بيعنف عامل قيل إنه من بنغلاديش وبيصفعه على وجهه أثناء توبيخه. أنا إيش كم مرة قلت لك لا تجي أبيت وجه؟ إيش كم مرة قلت لك لا تجي هنا أنا ولا؟ أنا مو قلت لك أنت منافق؟ نزل إيدك. السلام. قلت لك أنا قلت لك. ليش رحت كله هناك ولا؟ أنت قايل لي؟ تراش قايل لي؟ أكان قايل لي؟ سايب أول معجنات قايل لي؟ محمد أبو سكيت قايل لي؟ إيش قلت له محلات هنا؟ تقول لي أنت كم شهر فضلاً من ليش؟ أنت هنا مو مرتاح؟ لا تاكل اكل العراقي ما ياكله. العراقي ما ياكل هذا الاكل. وتعطيك ما حدا كل شيء ب 25 ما حدا 400 دولار. ليش انت تتسرب؟ ليش تنافق؟ ما هو عليه من احتياط. ما هو عليه. احتياط ما هو عليه. ليش تنافق؟ اذا امرت له اسمعك تحكي اي احد من المحلات اكسرك. فهمت ولا لا؟ فهمتني ولا لا؟ الفيديو اللي شفناه متداول من يومين ومو معروف متى نشر تحديدا أو تاريخ تصويره، لكن الجديد في الخبر هو بيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اللي بتدين فيه فعل صاحب العمل ووصفته بالفعل غير الإنساني المهين. الوزارة كمان قالت أنه قانون العمل بيحظر أي سلوك بيؤدي إلى إنشاء بيئة عمل ترهيبية أو معادية أو مهينة لمن يوجه إليه هذا السلوك، كما يتضمن حقوق العامل ومنها الاحترام في محيط العمل. طيب كمان الشيء الجديد في الخبر اليوم هو أنه الرجل اللي اعتدى على العامل طلع بفيديو بيوضح فيه القصة من جانبه والأسباب اللي خلته يبرر ضربه الغير مبرر. نزلوا وقتها قبل السنة بال2020 أنه تم سرقتي مبلغ مالي قدره 3100 دولار من قبل نفس الشخص، وقتها نزم طبعا جواز الأصل هي السعودية وراح نزمت الشخص هذا المنصور قريب بغداد. تحبون تأكدون منه والتواريخ موجودة، هاي التواريخ موجودة. مثل ما شفتوا حجته كانت أنه ضرب العامل لأنه سرقه وبعدين هرب، لكن هذا السبب ما أقنع شريحة كبيرة من أبناء شعبه ولا شفع له عندهم، وبالعكس العراقيين صاروا بيتداولوا فيديوهات ومقاطع ثانية ما في داعي نعرض أي منها، بس مثلا هذه إحداها وبيظهر فيها نفس الرجل وهو بيهين سائق أجرة أيضا من العمالة الآسيوية. We'll be right back.